ودلوقتي هننطلق لاحتفالية مهمة جدا، 100 سنة على تأسيس دولة الأردن، وإحنا سعداء إن إحنا موجودين في الأردن كوكبة من النجوم. وسعيدة إن أنا معايا النهاردة منال سلامة، برحب بيكي. ودايما بنتقابل في الأردن يا منال، أنا وإنت أصدقاء للأردن، وحضرنا أكتر من مناسبة مهمة في الأردن. أنا بحب الأردن جدا، وبحب الآثار في الأردن، ولفيت كتير قبل كده، في رحت جراش ورحت أماكن كتير، وببقى سعيدة لأني كمان عندنا أصدقاء كتير من الأردن. يعني وصورت أنت كمان هنا في الأردن؟ صورت وأنا طالبة في المعهد، جيت في الأردن في استوديوهات عمان، صورت مسلسل هنا إخراج الأستاذ يوسف شرف الدين. عندك ذكريات حلوه مع قوي قوي. كان عندي 19 سنه، ومن حافظه بقى البلد وعارفاها، وعندك اصحاب؟ عندي اصحاب من ايام المسلسل لحد دلوقتي اصدقاء، ومتواصلين لما باجي على الاردن ولما بيزورونا على مصر، ببقى فرحانه جدا بيهم وسعيده جدا اني بشوفهم. انا عارفه ان انت بتصوري دلوقتي ليلى والمسلسل على الهوا، ومع ذلك قدرت ان انت تخطفي وقتك وتيجي. انا الحقيقه كنت خايفه ما اقدرش، لان المسلسل الا انا حكايه تقولها ذهب، صورتها خلصت اول امبارح، ففضلت اجري معاهم علشان اجي وازور اصدقائي هنا وازور الاردن الحبيبه. تقول لهم ايه النهارده في يعني احتفاليه مهمه دي. يعني الف مبروك، والاحتفاليه بمرور 100 سنه على الدوله الاردنيه، عقبال المليار، ودايما تعيشوا في رخاء وسعاده يا رب. ان شاء الله هننطلق دلوقتي مع بعض ونحضر الحفل الكبير اللي احنا كلنا موجودين عشانه.